وهذا الحديث أكثر عن حملة فينا خير. معنا في الاستوديو الدكتور مصطفى سيد، الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية. رحب فيك دكتور في مركز الأخبار. مرحبا، أهلا وسهلا فيك دكتور. لو تحدثنا عن حملة فينا خير التي تتواصل على قناة البحرين الدولية. في البداية سعيد جدا أن أكون معكم في أول يوم رمضان، وأشكركم على دعمكم الكبير، وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون. لولا هالدعم لما حققنا هالنتائج. أبدأ بتهنئة القيادة بهذا الشهر الفضيل والشعب البحرين الكريم والأمة العربية والإسلامية وكل الناس. إن شاء الله يكون شهر خير وبركة علينا إن شاء الله. بالنسبة للحملة أيضا المستمرة، قبل ما أتكلم عن حملتنا عن الجالية الأجنبية، من الواجب أيضا أن أشكر سيدي جلالة الملك على اهتمام الكبير بالمواطنين، بالصحة، بالسلام، الاقتصاد وجميع النواحي. وأيضا دور سيدي سمو رئيس الوزراء، سمو ولي العهد، على دورهم الجبار والعمل كفريق واحد للمحافظة على سلامة المواطنين ومكافحة هذا الوباء الخطير العالمي الكبير. أشكر اللجنة، أشكر الوزارات، الجيش، الأمن، الصحة، الإعلام، كل الناس لهم دور كبير. بعد التركيز على الاقتصاد وسلامة المواطنين جاء الجانب الإنساني. سمو الأمير ولي العهد وكل شيخ ناصر أن يقوم بهالدور، تنظيم حملة إنسانية باسم حملة فينا خير، باسم رائع. أول يوم سوينا حملة معاكم، جمعنا أكثر من 21 مليون دينار، فمعنات الناس كانت مستعدة للخير، كان ينطلقون الإشارة. وأيضا بطلب من الجالية الأجنبية واهتمامهم، قمنا بتنظيم حملة في المحطة الإنجليزية، بدأ الساعة 2:00. وأنا قاعد معاك أشوف المحطة الثانية، كبار شخصيات يتكلمون عن دور الحملة، أهمية دعم الحملة، دور نحن أساسي في تكوين التضامن مع الجاليات الأجنبية، الشعور بأنهم في بلد، في أسرة واحدة، وأيضا نعطيهم شرف المشاركة. صحيح. ومثل ما البحرينيين قاموا بالواجب وقالوا، قاموا في الأسبوع اللي راح قالوا هاي ديرتنا، إذا ما نوقف معها الآن متى نوقف؟ أيضا أنا أتوقع أن الحملة تستمر بنجاح. وقبل ما أدخل المحطة معكم شفت بعض النتائج والتبرعات، الحمد لله جيدة. نعم، نتائج مشرفة الحمد لله. دكتور مصطفى، ما هي أعداد الشركات والأفراد الذين شاركوا في حملة فينا خير منذ بداية الحملة؟ أول شيء الشركات أو الأشخاص اللي ساهموا بأكثر من 1000 دينار 500 مساهم. نعم. واللي أقل من 1000 دينار 40,000. وأنا متوقع أن العدد راح يكون في ازدياد من الآن لـ30 أبريل. المهم مو بس المشاركة. صحيح. وإحنا نريد المشاركة، لأن البرامج والأهداف اللي وضعناها لتخليد دور البحرينيين في هالحملة الرائعة أهداف نبيلة وأفكار جيدة. سمو الشيخ ناصر قاعد يدرس أنه كيف نوصل هالأفكار والاقتراحات للتنفيذ، بحيث أن نخدم أكبر قطاع في البحرين بصورة مشرفة. فعندنا هدفين: المشاركة أول شيء. نعم. وبعدين إثبات الوجود حتى لو بدينار واحد، أن نعم
أكبر تحدي كان أمامنا. طيب دكتور، ما هي أعداد الشركات الذين شاركوا في حملة في النخير؟ المجموع بين الكبار شخصيات كبار المؤسسات إلى الآن 500، نعم، بما فيه البنوك. فإحنا نتوقع أن في أعداد كبيرة من المؤسسات وكبيرة من كبار التجار إن شاء الله اللي راح يشاركون، لأن الحملة ما انتهت. والتمديد كان أيضا بناء على رغبة الناس. كان الحوار مع سمو الشيخ ناصر 24 أو 26، بحيث بعض الناس قالوا خلوا يعني 26 لأن ينزل الراتب وإحنا خاطرنا نساهم، والمساهمة كبيرة حتى من أطفال قاعد يساهمون بدينار نشكرهم. فسمو الشيخ ناصر قال يلا مصطفى أعلن لـ 30 من الشهر، إذا الناس تريد هالشيء ليش لا. نعم، فنتوقع إن شاء الله أكثر إن شاء الله يا ربي. طبعا إحنا نتمنى لكم توفيق ونجاح لهذه الحملة الخيرية. الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، شكرا لك. شكرا.